في أول حوار على الهواء من داخل مصر، أشرف السعد في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى. لماذا العودة الآن بعد إقامته بين باريس ولندن 26 عاماً؟ ماذا تبقى من مجموعة السعد للاستثمار؟ هل كانت شركات توظيف الأموال عملية للنصب أم للاستثمار؟ ومدى استخدام الدين لجذب المودعين؟ استغل إن هو عنده شعريتين. خططه الاستثمارية المقبلة في مصر. مصر بين عام 95 و 2021 كيف تغيرت؟ أشرف السعد مع الإعلامي أحمد موسى في على مسؤوليتي الليلة 8 مساء على صدى البلد.